عايزاك تقف هنا بصدق من قلبك بدون أي تمثيل، بدون أي افتعال، بدون أي أقنعة. موافق. جيب بالي حالا من تامر لجمهوره. يلا. على المسرح. أقوم دلوقتي حالا؟ يلا بينا. يلا بينا ماما. لا أصلا المسرح دي تخوف قوي يا جماعة. يلا. دي أصعب لحظة، دي أصعب لحظة في الحلقة كلها. فيعني لو أنا هقول حاجة كده المورال أو الخلاصة، اسمحوا لي أقول ثلاث حاجات صغيرين قوي ليهم علاقة ببعض جدا. أولا حب نفسك جدا جدا جدا، لأن ده المخلوق الوحيد اللي مش هتعرف تهرب منه في أي حتة، ده وراك وراك. ثانيا أنت حر ما لم تضر، فأي حاجة أنت شايف أن أنت هيبقى ليها متعة ليك ومش هتأذي الآخرين اعملها، وما تعملش حساب لأي حاجة في الدنيا. ثالثاً جملة أنا قلتها كده الحقيقة قلتها مرتين، يعني مرة في مسلسل ومرة في فيلم، أحلى يوم في حياتك أنت لسه ما عشتوش. كل سنة وأنت طيب.